المصيف. اكيد بحب مصيف المصيف. شفتوا يا جماعه انا بحب المصيف قد ايه؟ ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا ملك. وانا نورهان. وانا عمور. النهارده هنعمل فيديو اسئله. مين اللي هيعرف توتا اكتر؟ مين هيعرفني اكتر؟ انا. بصوا يا جماعه انا كاتبه في الورقه ايه وممكن اعمل من دماغي تاني. اتكلموا خلصت اكتر لعبة انا بحبها في كرتون. اكتب انا عارفة اسمها. عارف بس عيب ليلى خلصتوا؟ وريني المساحة. سباق السيارات الحياة الحقيقية. السيارات أنا بحبها. سباق السيارات المساحة أنا بحبها. يلا نبدأ. أصلي أنا لما مين اتنين؟ أصلي كل ما نروح كرتونة مبسوطة بنركب المساحة. الكورة كرتون. أوه أنا وأنا كمان حاجة أقولها. لا أنت طبعا عارفها يا عمرو بس. أيوه لا كرتون. لا تعالي خلاص. لا أنت عارفها يا ملك. بتاع الاسد ليس ليس. ايوه هو ليس. انا ثلاثة وهي اثنين. ليس ليس بكين 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 تحبه ازاي؟ اما بكين شغال. اكتر لون انا بحبه بيه. معرفت مش بيك. الناس بتشتغل. انا عارف خلصت. ايه خلصت يعني ايه؟ بركة لون كتسي. ايه خلصت؟ وانا اربعة اربعة. بابا عايز اروح كرفور. والله كل شوية. لا بابا عايز اروح كرفور. اربعة اربعة نص يعني نص. اربعة اربعة نص عشان انا بحب جنينة الحيوانات. لا بس بس وين نفسي اروح جنينة الحيوانات. ما ينفعش الايام يمزح عشان الحيوانات. هاي انا خلصت. اكتر اكل انت انت اكتر اكتر مفكه انا بحبها. مانجو فراوله الموز.
الموز، انا بحب الموز اكتر حاجه، اكتر اكتر حاجه في الفاكهه. ايه تاني؟ مسحت. اوكي السؤال الايه؟ اكتر عصير بحبه؟ انا عارف، انا غيرت الايس كريم التفاح على فكره، في حاجه جديده. انت بتقول عصير؟ ايوه. خلصت؟ ايه؟ دايما انت بتشربي العصير ده. هو ايه ده؟ ايه ده؟ عصير المانجا. المانجا ما كوكتيل. كوكتيل عصير. عصير باين، انا بحبها جدا جدا. ماريو الكاز من الجزء الثاني. عارف اللي بيقدر ينط ينط ويرمي ده؟ اللي بيعمل في البحر؟ ماريو الكاز من الجزء الثاني. اللي بيقدر ينط 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 ينط. اللي مثل الزومبي، انا بحب ماريو اللي كان بحر يولا. والزومبي بحبها نص نص. يعني انا نص نقطة؟ لا مفيش حاجة اسمها نص نقطة. ده انت كده 7-6. هو اللي 7-6. انت 6 وهو 7. يس. ماريو الكاز ده انا بعشقه. ايه اكتر بحب ايه؟ لبس بروح بيه السباحة. اكتر لبس انا بحبه البسه في الخروج. وانت رايحة النادي؟ اه. لا انا مش عايزة. اكس. جيبة جنس وانا كمان. كتبتوا ايه؟ كتبتوا ايه للكاميرا؟ الجيبه والفستان. جيبه. كل مره تنزل. طب وبحب البس فوق ايه؟ طب وانا مالي بقى؟ اجري بنت، اجري اجري اجري. اه انا عرفت. العمار. تمام بس كده احنا كام نقطة؟ انا 7 وهو 8. يلا السؤال اللي بعده. فين الورقة؟ فين الورقة؟ يا ريت. أكتر رياضة أنا بحبها. خلصت. هي إيه؟ ثواني بقى. خلصت. هي إيه؟ سباحة. السباحة. بحب السباحة والجمباز. وأنا بموت في الجمباز. بعشق حاجة اسمها الجمباز. الجمباز اللي هو مسدس اللي بنطلع فيه. انا بلعب جمباز اوكي. اللي في العجله تعملي عجله. العجله. يبقى انا كده 10 وملك 7 ولا 8. لا انا 8. ماشي 10 8. 10 8. لا ايوه 10 صح. لا انت انا قلت جمباز وسباحه. انت كتبت سباحه. ايوه صح. 10 10 8 8 10 8. ايه تاني؟ 10 9 8 10 9 8. السؤال ال 11 اكتر صاحبه انا بحبها. السؤال الاول ال 11 اكتر صاحبه انا بحبها في المدرسه. مش كلنا بنقعد بعض.
كتبت ايه؟ كتبت ايه؟ ايه صح، انا برضه كنت عارفه ان انا عمران. كل يوم سلام 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 كلب مش هتشوفيها تاني تاني. وانا واقف يلا يا بنتي سلام سلام. مروان انا بحب اكتر واحده في المدرسه مروان. وبعدين بتقعد تحضن فيا سليم سليم. خلاص اكتر اغنيه انا بحبها اكتر اغنيه. خلصت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت اللي ما خلفش في حد تاني. ايه انت كتبت ايه؟ العب يلا بتاعتك العب يلا مش العب يلا عارف. يا بنات يا بنات ويا بنات استنى انت اللي بتغني فيلم ايه؟ السؤال اللي 12 اكتر اكله انا بحبها ساندوتش. اكتر ساندوتش انا بحبه خلصت سوي سوي وتشوف سوسي. ايه ده نفس من ايه؟ عشان سمعتي وربنا اضمن انا وهي سمعتي وحياه ربنا. عشان انت في المدرسه كل شويه تقولي ماما عاملين سندوتش سوسي في المدرسه مش عايزه سندوتش ثاني. ماما عاملين سندوتش سوسي مش عايزه سندوتش ثاني. ايش ده يا سندوتش سوسي بالكاتشب؟ انا عارفه سندوتش سوسي عشان طب فين ولا عيش؟ فين طبعا فينو ساندوتش اهو يا جماعه. خلاص انا مسحت خلصت مسحت اكتر حاجه انا بحبها مهمه في شنطتي المقلم. انا في المقلم يعني وانا خارجه تشيلش حاجه وانت رايحه في حته اساسا. ماشي نجرب. خلصت خلصت النضاره الصابونه المطهره ولا ده ولا ده؟ ايوه ما فك الفلوس. لا بقى انت ما تاخديش فك الفلوس معاكي بتاخد. وانا برضه كنت بفكر في كده قبل التحدي. كده مفيش حد خد نقطة. يعني كده كام كام؟ 11 و 12 مين 11 ومين يا ريت؟ انا 12 ومين 11؟ اوه 11؟ اوكي ايه السؤال الأخير يا جماعة؟ أكتر حاجة أنا نفسي أجيبها نفسي نفسي شرم الشيخ اسكندريه. ايه دهب؟ دهب مصيف دهب. عارفينه يا جماعه مصيف دهب؟ لو عارفينه اكتبوا لنا تحت بالتعليقات.
دي عم سنجر. اوكي محدش يعرف. طب يلا اخر سؤال محدش يعرف. اخر سؤال تاني، هقول اخر سؤال تاني لو هما جاوبوا. يلا خلصي. اوكي زهقت ربنا. دولابي بحب اروقه ولا ما بحبش اروقه؟ انا عرفت. خلصت. بتحبيه؟ ما بتحبيش. من الأدب. بحب اروق نصه واسيب النص التاني. يعني ما بحبش اروق. عادي. كوبايه اتحسبت لي انا؟ 14. استنى المصيف اللي انا بحبه بحب ابات هناك ولا ما بحبش؟ بحب ابات هناك ولا ما بحبش؟ خلصت ثواني بس عشان ما اكلمش. خلصت. انت بص بحب ان شاء الله. انا بحب. ايه بتحبي؟ بحب 14 14. اكيد بحب ابات في المصيف. اكيد بحب ابات في المصيف وبات على الشط كمان 14. يعني ابات العوامل السرير الشين. بص وراهنا يا جماعه لو قدرت